مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في ملعب القرب التابع لجماعة عين بيضاء. نستضيف اليوم رئيس الجمعية الرياضية للصفاء سي عبد اللطيف. مرحبا بك. أنتم مرحبا بكم وكنشكركم على الروبورتاج والتغطية جميع اجتماعات وجميع المحافل اللي كتقام هنا في المنطقة. الله يبارك فيكم وكنشكركم مرة أخرى. سي عبد اللطيف، ماذا بينا تهضر لنا على هذا الملعب الجميل، ملعب القرب المتواجد، يعني هو شكون اللي أسسه؟ في الحقيقة بغينا نقولوا اللي جابوا، يعني اللي دافع عليه السيد الرئيس، هو ديما كان يعني كيهضرنا على اللي نديروا ملعب. هي المهم اللي هو دافع عليه جابوا، يعني الجهة هي يعني بغينا نقولوا جا من طرف الجهة كباقي ملاعب القرب اللي كاين في الإقليم، يعني الجهة هي اللي أشرفت عليه. والشكر دائما كيبقى السيد الرئيس هو اللي يعني تبناه، ومازال عنده طموح يبني ملاعب اخرى لفائده الشباب المنطقه. متتبعي الجريده ماذا بهم لو تعطيهم واحد الصوره تقريبيه على المنطقه، على هذه المنطقه الجبليه اللي احنا صراحه راقتنا وعجبتنا بزاف من ناحيه المناظر الخلابه. شنو هما المشاريع اللي كتشوف يعني تصلح امام هذا الملعب القرب على المستوى الرياضي؟ بالنسبه للمستوى الرياضي ما كرهناش الجامع، يعني بغينا جامع الرياضات، يعني الملاعب سواء كان ملعب كره اليد، كره السله مثلا، او حلبة السباق كذلك، لان المنطقه تزخر بالمواهب، وكذلك منطقه صالحه أنشطة الرياضية. ونتمنى المسؤولين التفاتة للشباب وبناء الملاعب اللي ذكرنا مستقبلا إن شاء الله. ولنا اليقين السيد الرئيس راضي إن شاء الله يكون سباق هذا الشيء هذا. بالنسبة يعني قرب رمضان اقترب، واش هناك برنامج أنتم كرئيس جمعية الصفاء الرياضية وضعتوها فيما يخص تشغيل هذا الملعب؟ كيف يعني غتشغلوه أو يستافدوا منه الشباب؟ في الحقيقة عندنا برنامج نديرو واحد الدوري كباقي السنوات يعني الماضية، دوري رمضاني، بما أن ملعب يعني ملعب مستوى وعنده إنارة، وهذه كنا بغينا نستغلو، إلا أن الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية اللي فرضتها الحكومة آلت إلى أننا نأجلوا ذلك الشيء إلى تفوت هذه الجائحة إن شاء الله. نعم، بالنسبة للملعب القرب شنو الممكن يعني الإضافة اللي ممكن أو النداء اللي غتوجه للشباب أو للمسؤولين مثلا على الصعيد الإقليمي؟ واش عندك شي نداء أو شي؟ بالحق بالنداء أولا يعني الساكنة في المنطقة هنا خصهم يحافظوا على هذا الملعب، يعني يحافظوا عليه، راه ما كيشوفوا راه تأثر في خلال السنوات اللي تنجز فيها. لأن المبادرة من السيد الرئيس قال بأنه وعدنا أنه غادي يدير الصيانة ديالو، كذلك غيزيد عدة إصلاحات فيه. وبالنسبة للصعيد الإقليمي كنرحبوا بجميع الفرق الصعيد الإقليمي، مرحبا بهم يعني في الملعب ديالهم وهذا الشيء اللي كاين. كنشكرك سي عبد اللطيف على الاستضافه، وكنتمنوا لك التوفيق في يعني في كرئيس الجمعيه والتقدم والازدهار. شكون مدير جماعه عين بيضاء يعني حضر معنا في تصوير الحلقه. كنشكرك سي عبد الكريم على الاستضافه وشكرا. اول سؤال كيتبادر للذهن، يعني كيفاش جات الفكره ديالكم يعني كمدير جماعه باش انكم تقوموا بهذا تاسيس تيران القرب؟ في الحقيقة كانت هذه يعني تنفيذ الرغبات الساكنة، وخاصة يعني الهوات من الشباب، الهوات الرياضة يعني وخاصة كرة القدم. وبالتالي كفكر المجلس الجمعية العين بيضاء ورئيسه
في احداث ملعب للقرب لفائده هذا الشباب قصد امراض قدرات والمواهب ديالهم في كره القدم والرياضه بصفه عامه. وقد المهم سخر الوعاء العقاري اللازم لذلك وتابعه الموارد الماليه قصد انجاز هذا الملعب. واضافه الى ذلك هناك يعني تابعه موارد ماليه للصيانه ديالو. ومؤخرا يفكر المجلس الجماعي في شخص رئيسه الذي راسه السيد عبد العزيز الشمراني جماعه عين البيضاء انه مستقبلا يكون يعني واحد التنظيم تاع هذا الملعب حتى تتم عمليه اللعب به بعمليه تنظيميه، حيث تفكر الجماعه في ابرام عقد اتفاقيه شراكه مع جمعيه رياضيه قصد تسيير هذا الملعب والاشراف عليه والحفاظ عليه من كل الحفاظ عليه من يعني في مساله النظافه والتسيير ديالو وفي كل شيء. نعم سي عبد الكريم، يعني هذه نقطة إيجابية تحسب لكم يعني من طرف الجماعة، الاهتمام بالطاقة الشابة هنايا والحفاظ على الرياضات محليا. ولكن الجريدة كتقول بأن بلين بأن التيران شوية لا يكفي كملعب واحد يعني لمجموعة من الدواوير الإقامة على بعض الأنشطة الرياضية. هل هناك رؤية ناويين يعني مستقبلا يتم بناء ملاعب اخرى؟ صحيح، يعني ملعب واحد غير كافي يعني بالنظر الى الدوائر، حيث ان كل دوار تتواجد بفرقتين او ثلاث فرق. وبالتالي المجلس الجماعي لعين بيضاء ورئيسه يفكر في احداث وتهيئة ملاعب اخرى للقرب بدواوير اخرى. ربما التفكير هناك حيث سخر موارد ماليه قصد تهيئة على الاقل اربعه او خمسه ملاعب للقرب بدواوير الجماعه. هناك سيكون ملعب للقرب مهيئ بجهة دوار أحمر، وآخر بدواوير أمزار تيزيران، وآخر بعين بيضاء، وآخر بدوار أملو، ربما هناك خامس في جنس قلعة الصبانة هذه الدواوير، حتى يستفيد الجميع من ويبرز رغبته في الرياضة ومواهبه. سي عبد الكريم، هل هناك رياضات أخرى يمكن لنا أن نشاهدها مستقبلا أنها تزاول على مستوى الجماعة؟ كانت على مستوى الجماعة هناك العدو الريفي، إلا أن الظروف الاستثنائية تاع كورونا يعني وقفت العملية، ولكن مستقبلا إن شاء الله سيتم إحياء هذه الرياضة العدو الريفي، حيث كانت تعرف يعني واحد الصدى كبير على مستوى جامعة عين بيضاء، وكان حتى الشباب كان يشارك على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. سيتم التفكير في إحياء هذه الرياضة من جديد. هل يمكن لنا مستقبلا مشاهدة يعني أن تدمج جماعات القروية في إطار الأنشطة التي تنظم يعني وطنيا أو دوليا، نشوفهم حتى هما كيشاركوا كيساهموا على المستوى الوطني في يعني في أنشطة مهمة وكبيرة؟ طبعا كل هذا التفكير في احداث الملاعب ما هو الا تفكير في الطاقه الشبابيه لجامعه عين بيضاء حتى يتمكنوا من المشاركات على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، ونامل ذلك ان شاء الله عندما يتم تهيئه هذه الملاعب. كنصادفوا ايضا الامين المال ديال الجمعيه الصفاء الرياضيه سي محمد السطي، اللي كنشكروه بدور ديالو على قبول الدعوه. سي محمد السطي، انت كامين مال، هل هناك موارد يعني حقيقيه وثابته للجمعيه الرياضيه؟ السلام عليكم، كنشكركم انتم كذلك بالزياره ديالنا عندنا المكان لهذا الملعب القرب الذي يتواجد به جامعه عين بيضاء. فيما يخص السؤال ديالك عن الموارد الماليه للجمعيه، فالموارد المالية بالنسبة للجمعية كاين مورد واحد، يعني الدعم اللي كيجي من الجامعة القروية، هذا هو الدعم الحالي اللي كتوصل به الجمعية. كان هناك دعم من المجلس الإقليمي والجهة في السنوات الماضية. ولماذا توقف؟ هناك ما على ما اظن كان قرارات تسمى يعني المسؤولين يعني منع الدعم على الجمعيات هذه. نعم. بالنسبه للمجلس الاقليمي يعني كاين دم، هناك دم في اطار شراكات. نعم. مثلا بغيتي تحصل الدم يمكن لك دير واحد طلب شراكه شي نشاط او شي مشروع رياضي، هذه يمكن لك تستافد من الدعم معهم في شراكه. لحد الساعه احنا مازال ما دخلنا معهم شي شراكه ولا هذه. لماذا؟ اولا قله الامكانيات، وثانيا هناك يعني كما نقول احنا الظروف الحاليه زعما قبل الظروف، هناك يعني قله الناس اللي كيهتموا بهذا الشيء، ما كاينش واحد
سميتو شنو نقولوا على يعني الجانب الرياضي يعني. الجانب الرياضي في العالم قالوا باقي متاخر شي حاجه. هناك بعض الناس اللي عندهم غير على الرياضه وهذيك يعني كيتحرك، ولكن ديك الناس قليل خصهم مادام بينا يكون كاين واحد بزاف الاطور اللي تساهم في التنميه الرياضيه المحليه وبالمنطقه. كما لاحظت انا بان كاين كره القدم حاضره يعني بقوه عنا في الجماعه وايضا العدو الريفي، لكن هل يمكن لنا ان نرى يعني مستقبلا رياضه الباسكت او الهوند تمارس الى جانب هذا الرياضه؟ كان هذا تفكير ديالنا حنا، وطرحنا السؤال اليوم في الاجتماع ديال السيد مع السيد رئيس الجامعه عن بيضاء، وده من الجانب الاخر يعني الجامعه هي كتفكر يعني في انشاء ملاعب ديال الووند والباسكيت، وهذه من اجل تحسين المستوى الرياضي المحلي، ونتمنوا يكون يعني لما لا يكون ملعب شي ملعب كبير هذه نقنطوا فيها دوريات مثلا محليه ولا دوريات اقليميه هذه في قادم الايام. بالنسبه للشباب اللي واش هناك انخراط ثابت بالنسبه للشباب يعني واش كيتسجلوا او هناك يعني عشوائيا كيجيو كيلعبوا في التيران، او شنو هما نظام هذا الملعب حاليا؟ ما يعني كاين واحد النظام يعني بسيط يعني كملء استمارات المشاركه كياخذوا موعد يعني موعد مسبق. نعم اللاعب هذه الطريقه اللي كيخدموا بها. يعني بتقول بان الملعب ممكن ان يستاجر؟ بالنسبه لنا احنا كجمعيه كنفكروا في هذه، لو كان مثلا يكون يدير له واحد الثمن ولو رمزي. نعم لان الا درنا له الثمن رمزي يعني غنحافظوا على الملعب. نعم. كمنشأة رياضية، اما لا خلينا مثلا مفتوح يبقى مفتوح، راه عارف انت شفتي شادتي الملعب هذيك يعني ديك نسبه الولوج ديال ما يكونش غير منظمه. نعم. كلما كانت منظمه كل الامور كل الامور. نعم. غاده مزيان. نعم شكرا. هل هناك انشطه في رمضان هذا رمضان؟ هل هناك انشطه يعني غادي ديروها حاليا بسبب الجائحه هذه؟ يعني جميع الانشطه الرياضيه متوقفه، يعني ما كاين في النهار كاين بعض الماتشات هذه، اما فيما يخص الفتره الليليه ما يمكنش لنا بسبب حظر التجوال الليلي ما يمكنش ندير شي انشطه هذه. نفكروا يكون انشطه في بعد رمضان ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله. سي محمد السطي كنشكرك على الكلمات ديالك، وكنشكروا جميع اللي شاركوا معنا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.